يقول السائل: أطال الله في عمرك يا شيخ، رجل تزوج ومعه أبناء وبنات، لا يصلي إلا يوم الجمعة فقط، فماذا يجب نحو زوجته وقد نصحوه أهلها، وما الواجب نحو أهلها تجاهه، وزوجته تقول عسى الله أن يهديه وجزاكم الله خيرا؟ إن كان المقصود أنه لا يصلي في المسجد وإنما يصلي في البيت ولا يترك الصلاة، فهذا تارك لواجب، لأن صلاة الجماعة واجبة، لكن ما دام أنه لم يترك الصلاة يصلي في البيت فتبقى معه وتنصحه في الصلاة في المسجد، لأنه تارك لواجب، صلاته في البيت صحيحة ومجزية، لكن يأثم على ترك صلاة الجماعة. أما إن كان القصد أنه لا يصلي أصلا لا في البيت ولا في المسجد ويترك الصلاة متعمدا، هذا كافر، لا يجوز لها أن تبقى معه، تطلب الفراق منه. نعم.